14 طريقة أدار بها الأغنياء أموالهم ليصبحوا أثرياء. الأغنياء بالطبع لم يصبحوا بهذا الثراء بين ليلة وضحاها، كما أنهم لم يقوموا بالكثير من الأمور التي نتعود عليها في تعاملاتهم مع المال. سنعرف ما هي عادات الأغنياء في التعامل مع المال والتي جعلتهم بهذا الثراء. أولاً، الأغنياء ليسوا متسرعين. كم مرة قمت فيها بقرارات متسرعة وأنت تتسوق في أحد المتاجر، أو عندما كنت تتصفح أحد مواقع التسوق؟ هذا التسرع بشأن المال صفة مشتركة بين الكثير من الناس، ولكن عندما تريد أن تصبح غنياً يجب أن يتخذ قرار صرف الأموال في التسوق بعض الوقت قبل تنفيذه أو عدم تنفيذه. ثانياً، يعرفون الفرق بين ما يحتاجه وما يريده. نعرف جميعاً الوقت الذي نكون فيه في احتياج لمنزل جديد أو زوج جديد من الأحذية أو سيارة جديدة، ولكن هل فعلاً هذا الإحساس فعلي بالاحتياج أم هو شيء غير ضروري لمجرد الرفاهية؟ بالطبع شراء سيارة قد يوفر عليك الكثير من عناء التنقل، ولكن يجب أن تحسب جيداً كمية الأموال التي ستستهلكها السيارة وتقارن بينها وبين ما تنفقه على المواصلات أو التنقلات العادية. وإن كنت بالفعل تحتاج إلى سيارة لأنك لن تستطيع الاستمرار بهذا الشكل، يمكنك عندها أن تسميها احتياج. ثالثاً، التركيز على الأشياء طويلة الأمد. الأهداف طويلة الأمد على الأقل لمدة 5 سنوات هي المحفز الأكبر لدى الإنسان، فهي تعطيك الكثير من المعلومات عما يمكنك أن تفعله في اللحظة الحالية، ويؤثر على مستقبلك بكيفية ما يجب أن تتصل مهمتك الحالية مع أهدافك طويلة الأمد، بحيث تكون ضرورية لتحقيقها فيما بعد. وهذا المبدأ يجب أن تتعامل معه بنفس الشكل مع إنفاق الأموال أو عدم إنفاقها. النقطة الرابعة، حاول أن تحصل على أكثر من مصدر للمال. بعد أن تشعر أنك قد كونت كمية مناسبة من المال، يجب أن تبدأ في البحث عن مصدر آخر للمال، لأن العالم يمر بالكثير من الأزمات الاقتصادية، وقد تجد نفسك فجأة لم تعد قادراً على تأمين هذا المصدر من المال بأي شكل من الأشكال. ولكي تتجنب فقدان هذا الدخل، من المفيد أن تجد مصدراً آخر للمال. خامساً، الاستثمار. إذا وجدت أنك تملك ما يكفي من المال، يمكنك أن تجد بعض الشركات الصغيرة وتستثمر فيها بعض أموالك بعائد مناسب، أو تقوم بإنشاء مشاريع صغيرة لا تتكلف الكثير من المال، بحيث تقوم بإعادة تدوير أموالك وزيادتها. أما النقطة السادسة والأكثر أهمية، متابعة الإنفاق. متابعة الميزانية تمكننا من معرفة ما هو دخلنا وما هي نفقاتنا، بحيث تقوم بعمل تقرير لتدفق المال دخولا وخروجا بشكل دقيق لتحديد أولوياتك. أما النقطة السابعة، عليك أن تسأل نفسك سؤال، هل أنت مستعد للطوارئ؟ قد مر الجميع ببعض اللحظات التي كانت حالات طارئة ومشكلات لم تكن في الحسبان وتحتاج إلى المال، ويقوم الأغنياء باختزان بعض المال في مثل هذه الظروف بدلا من الاستدانة من أي شخص آخر. ثامنا، الأغنياء يقومون بالاستثمار فيما يفهمون. وارن بافيت وأسطورة الاستثمار في البورصة بيتر لينش ينصحان كل من يريد أن يستثمر أمواله في أن يستثمرها في الشركات التي يستطيع التفاهم مع أعمالها، بحيث يستطيع التعاون معهم بشكل أكبر واستعادة أمواله بالعائد الذي يناسبه،
كما تمكنه المعرفة من تخيل الخسائر والمخاطر. وإن كنت تريد أن تستثمر في شركة في مجال ما لا تفهمه، يجب أن تقرأ عنه جيداً. تاسعاً، عليك بمراجعة النفقات. هل تعرف كمية الأموال التي تنفقها خلال فترة زمنية معينة؟ إن لم تكن تعلم، فيجب عليك أن تتبع نفقاتك اليومية والشهرية بشكل جيد لكي تستطيع إدارتها بشكل أفضل. عاشراً، عش في حدود قدرتك حتى لو لديك الكثير من الأموال. لا عيب في أن تعيش في منزلك الصغير الذي يريحك حتى لو كنت تملك الملايين. هذا ليس بخلاً، فشراءك لفيلا بالملايين ليس دليلاً على الكرم أبداً ما دمت لا تحتاج إلى أن تقطن في فيلا بهذا الحجم. فقط انفق ما تحتاج إليه. النقطة 11، الأغنياء لديهم القدرة على اتخاذ المخاطر. بالصدفة كنت تتحدث مع أحد الأصدقاء عن إنشاء شركة ما، ووجدت أن الفكرة مناسبة والمال الذي تريده ليس بالكثير، ولكن عائد هذه الشركة مناسب بالنسبة للأموال التي ستدفعها في هذا الوقت. يمكنك أن تنفق المال على الشركة ولما لا، حيث يمكنك أن تقدم تضحية معقولة في هذا الوقت من أجل الكثير في المستقبل. النقطة 12، الأغنياء لا يدخلون دوامة الدين. لا يسمح الأغنياء لأنفسهم بالاستدانة من الغير، كما أنهم يتجنبون استخدام بطاقات الائتمان إن لم يكن لديهم سيولة للدفع. ويجب أن تتبع هذا المبدأ في حياتك كلها حتى إن لم تكن تريد أن تصبح ثريا. إن أسهل طريقة لتدمير حياتك هي أن تعود نفسك على الاستدانة وشراء ما لا تملك ثمنه. النقطة 13 والأكثر أهمية، الأغنياء يستمرون في التعلم. التعليم الرسمي لم يعد هو التعليم الذي تريد في مثل هذا العصر سريع التغير. أمثال بيل جيتس ومارك زوكربيرج لا يكسبون أموالهم بمجرد انتظار الحظ أو باعتمادهم على التعليم الرسمي، بل معظم الأثرياء حول العالم حصلوا على ما يكفيهم من التعليم الجامعي ولم يكملوا، بل بدأوا في شركاتهم والتي بنوها بالكثير والكثير من التعلم الحياتي والذي لا ينتهي أبداً. لذلك يحتاج منك إلى أن تكون منفتحاً بشكل أكبر عليه. أما النقطة 14 والأخيرة، توفير المال شيء جيد، ولكن لا يجب أن تنسى أن تفرق بين الحاجة والرفاهية وبين البخل والتبذير، كما يجب أن تنفذ حق الله عليك في أموالك قبل كل شيء، ولا تنسى أن ترفه نفسك وأسرتك قليلا، فهذا ليس بعيب ولكن بالشكل المناسب.